حبايبي الغالين، القصة هذه حصلت قديما، لكن قبل ما أقول لكم القصة إيش رأيكم طالت عماركم؟ نذكر الله ونصلي على النبي، لا إله إلا الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. حبايبي الغالين، زي ما قلت لكم القصة حدثت قديما. كان في رجل فارس، والناس تعطي في الزمن القديم كل ذي حق حقه. الفارس يقولون عنه فارس، والخبل يقولون عنه خبل. فكان في رجل فارس مذكور بالفروسية، ولا في قبيلة يروح معها غازي معها على قبيلة ثانية إلا ويجي له وقع، يجي له وقع في القبيلة المقابلة. مذكور ومعروف والناس عارفينه وشاهدين له فروسيته، وغير ذلك أنهم تطيل له فرس جيدة. وهذه يا جماعة الخير من صفات الفروسية، أنه ما يرضى إلا بشيء إلا فرس جيدة مثله. المهم أنه يدور ذكر هذا الفارس في المجالس، ذكر الفارس، والله أن فلان فارس، والله أن فلان فارس، والله ما حد يقدر يوقف قدامه، والله ما حد يقدر يجابه، والله ما حد يقدر يوقف قدامه فرسه. فكان فيه مجلس من مجالس البادية قديم، جالسين الشيوخ وعيان القبيلة يتكلمون عن الفارس هذا ويمدحونه ويقولون ما حد يقدر يوقف قدامه. في طرف المجلس واحد خبيل، يعرفون انه خبيل وضعيف وكذا، ورايح حتى ضعيف، نقز عليهم ذا الخبيل وقال: انتم تمدحون فلان وتقولون عنه فارس وما مثله وفرسه ما حد يقدر اخذها منه. قالوا اذا اخذتها انا منه. قالوا: يا كبر الحلال، خلك جالس، تسمع نفداك في السوالف، تسمع في السوالف، مالك ومال العلوم اللي مالها لزوم. يقولون هلا الرجل، يعرفون انه خبل ولا. قال: اقولكم والله رد الله اني لا اخذ فرصه منه. قالوا: خير ان شاء الله. فزاد عناد الخبل عناد، وقام يخطط طول ليله، يخطط كيف اني اطرح الفارس هذا واخذ فرصه منه. المهم خطط له بخطة، تسمعونها الآن، نشهد عنه. قالوا: جاي من الديرة الفلانية. طمر الرجال اليوم الثاني وراح ووقف له على الدرب، على قولتهم جلس له على الدرب لين أقبل عليه. يوم أقبل عليه منك هو ينبطح في الأرض، وهو يقوم يتظاهر أنه مريض وأنه فيه مصيبة، ويقوم يون ولين الفارس جاي ويتعداه. يوم تعداه ويترده سيمته، ردت الفارس سيمته. قال: يا ولد، أنا الفارس اللي مذكور بين القبائل وبين الربوع وبين الناس، تعرفني وعارفيني، أتعدى لي إنسان محتاجني؟ لا والله ما تصير علي. هو يرجع له بفرسه، ويوم جاه وش فيك وش فيك، ويقوم يقول ينغت. المهم ينزل الفارس، طالت عماركم من فرسه، هو اشتاله ويحط فوق الفرس. يوم حط فوق الفرس ويعطي ذا الواحد، قال: خلك اقعد، اخذت فرسك. وهو يروح، يوم راح هناك ويناديه، قال: تعال بعلمكم علم، وروح خذ الفرس وروح. هو يرجع، قال: وش عندك؟ وقف عنه هناك، قال: وش عندك؟ قال: اسمع، انت لو منك قابلت العرب وش بتقول لهم؟ كيف اخذت مني الفرس؟ قال: بقول لهم اني تظاهرت اني تعبان وخدعته وخليته ينزل من فوق فرسه ويركبني فوق فرسه هو بنفسه ونحشته وخليته. قال: لا، تراني طالبك لا تقول هذا الكلام، تكفى لا تقول هذا الكلام. قال: وش اقول اجل؟ قال: وقفت قدامه بالسيف وجابهته وغلبته وفزت عليه واخذت فرسه منه وتركته طايع وجيتكم. قال: كيف؟ قال: نعم، قل الكلام ذا وانكد على كلامه، لا تقول اني سويت نفسي مريض وسويت نفسي تعبان وحطني فوق فرسه ونحشت، لا، قل جابته واخذت فرسه. قال: طيب ليش تقول لي هذا الكلام؟ ليش تقول اني جابتك واني اخذت؟ قال: اقول لك عشان لا ينعدم الخير بين الناس، لا منك علمتهم بالسالفة انك سويت نفسك مريض وانك اخذت فرسي مني بالحيلة، الناس ما عاد هي مساعدتن الناس المحتاجة فعلا، انت محتاج لكن غيرك محتاج، فعشان لا يعدم الخير من الناس
قل لهم اني جابهته واخذت برسه منه بالقوة. هذه يا جماعة الخير كانت قصة الفارس والخبل. طبعا الخبل قام يغني بها بين القبائل وبين العربان ولا حد نصدقه ولا حد نصدقه. قال عنتر علامك تخاف من الثور؟ قال انه ما يدري اني عنتر. الرجال واثق في نفسه وعارف انه ما حد مصدق ذا الخبل لكن ما يبى الخير ينعدم بين الناس. تعالوا حبايب الغالي خلونا نطلع منها الفوائد. طلعت لكم منها كذا فائدة، والله ما ادري كم عددها لكن الظاهر ثنتين يا ثلاثة بقولها لكم. الفائدة الأولى حبايبي الغالين هي نظرة الأولين يا جماعة الخير، نظرة الأولين نظرة خير. شوف الرجال وش يقول لا تقول إني عشان لا يعدم الخير بين الناس. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال الخير في أمتي إلى قيام الساعة. لكن يا جماعة الخير ما نراه اليوم الأيام هذه في زمننا هذا، في ناس تمد يدينها لكن ما هي محتاجة. خربت على الناس المحتاجين فعلا. ليش؟ لأنهم كشفوهم الناس وقالوا هذا كذاب، هذا يعمل المنظمة الفلانية، هذا ينتمي للفئة الفلانية اللي تحارب الدين وتحارب الإسلام والمسلمين. صاروا الناس يمتنعون، ما عاد يعطون. لو يجيهم واحد فعلا مستحق ما يقدرون يساعدونه إلا عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوق فيها. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية حبايبي الغالين الثقة. إذا كنت على علم طيب وعلم ينومس وسيرتك عند العربان كلهم ما عليك من كلمة بتجيك من واحد منا ولا منا. والفائدة الثالثة حبايبي الغالين هي الخبل والضعيف في رايه وفي شخصيته وفي أموره، نسأل الله السلامة، دقسة. يجيك واحد دقسة لا تعانده، لا تعاند هذا الدقسة. الدقسة هذا عانته جاب العيد، مثل الخبل ذا اللي جالس مع الرجال في المجلس. طيب انت عارف ان هذا فارس ومشهور بالعلم الزين، انت وراك تروح تقوم تسدح وتتميرض قدامه وتحاول انك تعطل من مسيرته برايك التعبان وبرايك الضعيف